الرحمن الرحيم. شغل. نحن هنا في أعلى منطقة إيش؟ منطقة صيفة. المطلة على جميع المناطق، على قرض، على عرعرين، وعلى عرعرين، وعلى إيش الجفا؟ السميرة. وعلى الجفا، وعلى السميرة. أين السميرة؟ على العرقوب. وعلى العرقوب، وعلى أخي منطقة السميرة هنا يا فلان. منطقة السميرة صلا قرض. يا أخي القداز قزقر. أخي منطقة السميرة صلا قرض حرف. منطقة السميرة هذا منطقة شوف الدنيا فلا منطقة صالح سعيد السالمي دعوة الثقل كلامك ها؟ السميرة هي ممتلكات صالح سعيد السالمي عشان عمني ذبح البصائر أنا ذبح المقطع فيديو ومناظر خلابة ما ملك حد أبا أسأل فوس ما شاء الله ذبح البصائر عندي غالب صبع طبعا نحن هنا في رحلتنا في على قمة جبل صيفا المطل على جميع المناطق وعلى المنطقة الوسطى وعلى عرعرين وعلى عرعرين وعلى ذات الأخر وعلى هذه المنطقة على جبل الأعمش اصبر يا زيد جبل هذا النوع نوع خليني اقرب سمعتك النوع بسمع طبعا هذا كسبل ايش اسمها اخر تسيل هذا منطقة النوع هذه لا تشوف هذا النوع هذا النوع هذه المناطق وهذه هذا كتيجي حانه هذا غادي والعرقوب هذا النوع وذاك الشب هذا السرسر هذا أو ذا العرقوب ها وذا أنا ما قربته هنا شوف خلف النوع هذا العرقوب هذه قربته بالكاميرا جبل الأعماس وهذا جبل الأعماس سلسلة جبل الأعماس تاك جوهر إذا شفناته في الدرمة هني تاك قصير قصير جبل الأعماس يسر قربها هذا سرعة هنا بالتلفون عصيدة فينا جوهر منطقة جوهرة شوف وين هذا؟ منطقة جوهرة جبل العماس هذا في التلفون وين ما هذا كذا قربناه لا يسر 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 شوف فيها زي العصيدة زي العصيدة يسر ايوه ايوه ها تاك جوهرة كنا مثل السفينة جوهرة جوهرة في جبل العماس طلع على محافظة ضمار ومحافظة صنعاء يعني اطلع الحين على محافظتين بس كيلو معاك اطلع حق الثالثة طبعا هذه منطقة صيفاء نطلع على منطقة صيفاء ممتلكات سالم عامر وين شيء شكله هذا فيه لا ينشب الجيب ولا شيء وما يجينا مفروض المطراوي مأمن مصادم آخر وسيلة لا صدق الواحد هذا على هذا العرب الذي سلمت من الشيبان على الصور سلمت من الشيبان هو انا شفت حقيقي يا زياد شوف خليني اقربها لك جينا مع ذاك الخط طبعا هذا جبل سيفان شوف قربت لك شوف على يمينه القراقيش عين شوف ايوه على يمينه القراقيش طلع سعيده على يمينه على يمينه سعيده وهذا الاذان وهذا وقرب على القراقيش وانا حط جبل هنا يسر 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 جبل هنا يسر من يسر القراقيش يسر القراقيش ايش في يعني على كيفه ما قبل الحل والله قبل شيء عمانه شيء القزاز القزاز طلع الخط شوف الخط طلعناها جبل هنا للسلف دايم مقفل بابه ضيحه والرجال قفاله شوف ما زين تعده بدت يعني وهو ذي الجبل بين ظبيان دائم مكفر شوف جاب السيدين هذه منطقة البواتل هذه سيفا الآن هو في هذه المناظر الخلابة ما تاك الطريق كان احنا يزعنا معها ما تاك الطريق طبعا هذه طريقة دوية إلى منطقة سيفا أقدم طريق أقدم طريقة في بين ظبيان باليد إلى منطقة سيفا وإلى المناظر هذه جبل العسجي وهذه إلى يمانه جبل رعد وهذه الجبل الذي يرتفع ويتعلى جميع المناطق وهذه تعدي هذه يطلع مفتوح زين قلنا سنة ما خلاص خلك خلك أنا